شد برج العرب وبعد احتفاليه ونتيجه تاريخيه لفريق النادي الاهلي كما هو المعتاد، الاهلي زعيم القاره الافريقيه يتاهل الى النهائي الافريقي للمره ال15 في تاريخه بفوز ساحق على النجم الساحلي بسته اهداف مقابل هدفين. هنا من قاعه اقبار الزوار معي في هذه اللحظات المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. باشمهندس بقول لك الف مبروك الفوز والنتيجه في توقيت مهم جدا لجماهير النادي الاهلي ولكل منظومه الاهلي. تعليقك على النتيجه وشدة الأعصاب اللي كانت موجودة أثناء المباراة، والحمد لله الأهلي لعب أداء ونتيجة وظهر بشكل مشرف جدا بعد الوصول للنهائي الأفريقي. الحمد لله ربنا كرمنا كرم شديد جدا، اللعيبة أدوا اللي عليهم وزيادة، كل لعيبتنا النهاردة نجوم بيثبتوا إن الأهلي بمن حضر. احنا عندنا اصابات وعندنا ناس ناقصه، انما الحمد لله الحقيقه كل لعيبه النادي الاهلي هجوم رجاله وعملوا اللي عليهم ونجوم فوق العاده النهارده في مباراه النهارده. اولا طبعا انا يعني احب ابتدي برغم الفرحه اللي احنا فيها، انما بنعزي مصر كلها في الشهداء وبنهدلهم هذا الفوز لارواحهم اللي بيفدوا بيها مصر، واحنا بنلعب باسم مصر وكلنا مفروض واقفين ورا الوطن. ان شاء الله ربنا يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وببارك للعيبتي وببارك للشعب المصري على النتيجة الجميلة دي، وربنا برضو بيكافئ مصر في حزنها بفرحة ان هي تبقى تعوض الى حد ما. انما اللي انا عايز اقوله برضو انه احنا عندنا مباراة قادمة بعد اقل من اسبوع، لازم نبتدي نركز تاني. الفرحة ما تنسيناش، لسه ما خدناش البطولة، احنا النادي الاهلي بيلعب على البطولة دائما، وان شاء الله يكلل مجهود الناس دي، الجهاز الفني ولاعيبته والاداره في النادي كلها، ان هي تركز. عندنا مباراتين قادمتين ان شاء الله ربنا يكرمنا فيهم ونفرح الشعب المصري كله. حضرتك النهارده توجهت لفندق اقامه فريق النادي الاهلي قبل التوجه للاستاد ودايما على اتصالات مع الجهاز الفني، كانت ايه الرساله او كان ايه احساسك كمان لما قعدت مع اللعيبه او شفت الجهاز الفني قبل هذه المباراه وشايف ان الفريق مركز في مرحله مهمه جدا لتحقيق هذا اللقب، البطوله غاليه والاهلي محتاجه في التوقيت ده، لكن من قربك للاعبين والجهاز الفني واجتماعاتك المباشره كان ايه احساسك والرسائل اللي كنت بتوصلها لهم؟ لا طبعا انا دايما مع الفريق ودايما واقف في ظهر الفريق ودايما الاداره كلها واقفه في ظهر الفريق، ما متاخرش عليهم في حاجه، كل طلباتهم بتجاب وهم بيؤدوا على قد المسؤوليه. زي ما بقول كل مره بتبقى هي نفس الرساله، لعيبتنا مش محتاجه تحفيز، لعيبتنا عارفين مسؤوليتهم، عارفين التيشيرت اللي هم بيلعبوا بيها شكلها ايه، عارفين مدى المسؤوليه اللي مصر كلها محملها لهم، وهم على قدر هذه المسؤوليه، وده اللي بقوله لهم دايما، والجهاز الفني بيقوله لهم والجهاز الاداري بيقوله لهم. لعيبتنا بتنزل قبل كل مباراه انها بتلعب بطوله، لانه النادي الاهلي كل مباراه بالنسبه له بطوله. الجمهور المنظر الجميل النهارده ده اللي كمل سيمفونيه النتيجه والاداء والشكل، والجمهور غلف كل ده بالشكل الحضاري اللي ظهر بيه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. يعني طبعا الجمهور، انا على طول بقول جمهور النادي الاهلي هو الشريان الحيوي لفريق النادي الاهلي، وهو السبب الرئيسي في انتصارات وشعبيه النادي الاهلي، وهو اللي بيحفز اللعيبه، هو اللي بيحفز الجهاز، وهو اللي بيحفز الاداره على بذل اقصى ما يمكنها لاسعاد هذا الجمهور العظيم. اللي انا بقول وفي اخر اربع مناسبات من اول التمرين من اللي قبل ماتش الترجي لحد ماتش الترجي هنا وماتش الترجي هناك وماتش النجم الساحلي هناك، الحقيقه انا شفت جمهور النادي الاهلي اللي بيسافر ورا الفريق في تونس رغم قله عدده، انما كان صوته مسموع وكان حافز رئيسي للفرقه انها تطلع بنتيجه في ماتش الترجي رائعه وبنتيجه في ماتش النجم الساحلي مقبوله. زي ما قلت هناك هي نتيجه مقبوله، وزي ما انت شايف هنا كان ليهم فعل السحر والجمهور ليه فعل السحر، وبتمنى من قلبي انه الجمهور يرجع بكامل طاقته، لانه النهارده الاستاد ده لو مليان يعني الحقيقه الواحد بيحس كانه بيلعب مع اللعيبه، اللعيبه بتحس باحاسيس تانيه خالص وبتأدي اداء مختلف، بترفع الروح المعنويه. احنا النادي الاهلي ضرب المثال في انشاء اداره المباريات وشؤون الجماهير، والحقيقه احنا يعني انا بشكرهم على النجاح الباهر اللي هم عاملينه، وباذن الله القادم يبقى احسن. وناشد الامن، وانا اتكلمت مع الساده
وزير الداخلية ومساعدينه في ان احنا ان شاء الله ان شاء الله نسعى انه المباراة القادمة يبقى فيها عدد اكبر شوية زي ما كان قبل ما يتوقف عودة الجماهير. ان شاء الله اصبحت حتمية. الامن متفهم جدا، كلنا واقفين ورا الامن في احتياطاته. اعتقد انه بالتنسيق بين الامن والنادي الاهلي، النادي الاهلي قادر على ارجاع جمهوره ليملأ الاستادات مرة اخرى. اذا خبر مهم، يعني نفرح به جمهور النادي الاهلي مع الفرحة ان باذن الله مباراة الاسبوع القادم امام الوداد المغربي في ذهاب نهائي افريقيا سيكون باذن الله بعد موافقة الامن استاد برج العرب كامل العدد. ما نستبقش الاحداث، انما ان شاء الله احنا على تواصل مع الامن وان شاء الله هنصل الى حاجه كويسه قوي تسعد جمهورنا وتسعد لاعبتنا وتسعدنا جميعا. ايه الرساله اللي تحب توصلها للكابتن حسام البدري تحديدا المدير الفني في اللحظات دي؟ فاز بدوري، فاز بكاس، وصل لنهائي افريقيا. نعم لسه ان شاء الله احنا املنا في البطوله، لكن في اللحظات دي بالنتائج التاريخيه ديت، يعني ايه الرساله اللي تحب تقولها له او لما تقابله في اوضه اللبس حاليا؟ اعتقد ان حسام البدري يعني وزي ما قلت حسام البدري من افضل المديرين الفنيين على مستوى الشرق الاوسط، واثبت ذلك. مش موضوع ان انا بقول كده لرفع معنوياته. حسام البدري على مدار السنين اللي فاتت اثبت ان هو من اكفأ وانضج المديرين الفنيين، وبيزداد نضجا وان شاء الله يصل الى المستوى العالمي. حسام البدري انا بعتقد انه ليه دور كبير جدا، لانه بيلعب تحت ضغوط شديدة جدا داخلية وخارجية، ويعني الحقيقة هو رجل المواقف. وحسام البدري النهاردة أدار المباراة زي ما شفنا الحقيقة بحاجة جميلة جدا. بيقرأ الملعب كويس، شايف الناس كلها، عارف إمكانيات لعيبته، بيوظف لعيبته صحيح مظبوط. أعتقد إن حسام البدري من الحاجات اللي بنفتخر بيها في النادي الأهلي. لفت انتباهك المباراة حضرتك اتكلمت على الثلاثي الأجنبي في النادي الأهلي، وليد أزارو، علي معلول، جونيور أجاييه، والنهارده هاتريك لوليد أزارو. أعتقد لأول مرة منذ سنوات طويلة الأجانب في الأهلي كلهم مفعول السحر مع الفريق بهذا الكم بهذا الأداء، وثلاثية وليد أزارو تحديدا يا باشمهندس. يعني أنا بقول إحنا بنبني فرقة بقالنا سنتين ثلاثة مع الحفاظ على البطولات، مش بس بنبني فرقة وبنضحي ببطولات، لا احنا بنحافظ على البطولات وبنبني فريق قوي. والحمد لله النهاردة عندنا فريقين، وزي ما انتم شايفين الاصابات ما بتؤثرش التأثير الخطير في الفرقة، بالعكس بتدي الفرقة ما فيش واحد، يعني انا وانا هتكلم على واحد زي محمد نجيب. محمد نجيب الحقيقة مثال للاعبي الاهلي وفانيلة النادي الاهلي وروح النادي الاهلي. محمد نجيب جوه الملعب زي بره الملعب، حينما يطلب محمد نجيب بيبقى موجود وعلى اعلى مستوى. اي لعيب في النادي الاهلي باحتياطيه، او انا ما بعتبرش ان احنا عندنا احتياطي لان كلهم لعيبة اساسيين. الظروف اللي بتحتم، وكل مباراة ولها ظروفها، بيحتموا انه يبقى لعيب مكان لعيب. احنا عندنا فرقتين جاهزين ان شاء الله. اللعيبه الاجانب اللي قدرنا نشتريهم في خلال السنتين اللي فاتوا، جونيور اجاي، وليد ازارو، علي معلول النهارده بحييه تحيه خاصه، لانه علي معلول النهارده كان يقوم بدور قائد الفريق. كنت تشوف علي معلول وهو بيوقف فرقته ازاي في الضربات اللي علينا، كان بيطلع ازاي. علي معلول عامل هدفين النهارده، عامل هدف وعامل اسيست الهدف تاني. يعني الحقيقه مش عايز اقول بس انا بتكلم على الاجانب فقط، انما كان في 8 لعيبه ابطال جوه الملعب. محمد هاني، عمرو السولية، انا مش عايز انسى حد، سعد سمير طبعا بكعادته، يعني انا مش عايز اقول اسماء عشان وعاشور وعبد الله. يعني احنا عندنا 3 من كبار الفرقه ومنتخب مصر مش موجودين النهارده. النادي الاهلي ما حسيتش ان في لعيب ناقص. في مكافآت ايجاده ولا البطوله هي غايه النادي الاهلي فمؤجله للنهائي باذن الله؟ بص، المكافآت النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ما بيستنوش المكافآت، هم بيستنوا البطوله اولا. المكافآت على قد عطائهم بتعطى لانهم يستاهلوها. فانا بعتقد ان مكافآت اللعيبه بتبقى على قد العطاء، وهيبقى دايما ليهم مكافآت لانه عطائهم كبير، فدايما بيبقى ليهم مكافآت، ودايما يا رب نضاعف هذه المكافآت عشان خاطر لعيبه النادي الاهلي. سؤال اخير، التحضير للمرحله القادمه في مباراه نهائي افريقيا خطوه خلاص، يعني 180 دقيقه الحلم، والرساله الاخيره تحب توجهها لمين يا باشمهندس؟ الرسالة الأخيرة بوجهها للعيبة، بشكرهم شكر شديد جدا.
مجهودهم الرائع وجهازهم الفني العظيم. اعتقد ان هم موصلين السنة دي بالتحديد هذا الموسم الى نتائج رائعة. بتمنى لهم التوفيق، توفيق ربنا حاجة مهمة جدا، بتمنى لهم التوفيق من عند ربنا بالاضافة لمجهودهم واخلاصهم في الملعب. ان شاء الله يكسبوا البطولة دي، وان شاء الله نحتفل كلنا بهذه البطولة مع جمهورنا جوه الملعب. رأس الباسة باذن الله في الرباط او في كازابلانكا حسب المباراة ان شاء الله هتبقى موجودة فين؟ ان شاء الله ان شاء الله بالتأكيد انا ورا الفريق ومساند للفريق بكل قوتي وبكل ما عندي اعطيه يعني ان شاء الله. باشمهندس مبروك وبالتوفيق. إذا ده كان لقاءنا مع المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد السداسية التاريخية في السيمي فاينال الدور قبل النهائي أمام النجم الساحلي، لكن يتبقى على الحلم خطوة 180 دقيقة أمام الوداد المغربي، الذهاب يوم الأحد القادم وبعدها مباشرة بأسبوع في كازابلانكا، والحلم الأفريقي إن شاء الله قبل التأهل والعودة من جديد إلى العالمية وكأس العالم للأندية في أبو